الضحك بيعدي. هي احلى شيء ممكن يلقطه الانسان من الشخص الاخر. اليوم رح اعطيك 5 اسباب لتضلك راسم الضحكه على وشك. مرحبا يا حلوين، انا نجلة وبفيديو اليوم حيال دردشه ونصايح، تابعوني. حلتنا اليوم مساج بالطريقة الكورية لوجهك، غريب بس كتير مفيد. أولاً بيصغر المسامات، ثانياً بيعطي إشراق، ثالثاً بيحرك عضلات الوجه، وأخيراً بيحضر الوجه ليستقبل كل المستحضرات بطريقة أفضل. وأهم نقطة، طبقيه بعد غسل الوجه. أعطيك 5 أسباب لتضلك راسم الضحكة على وشك. أولاً يا بنات، الضحك بيساعدنا على الحفاظ على وجه خالي من التجاعيد. لما نكون عم نضحك بنكون عم نحرك عضلات الوجه وكأنه عم نعمل فيس ليفت أو مساج لوجهنا. ثانياً الضحكة بتجعلنا شخص ملفت للنظر، وإذا منلاحظ الشخص اللي بيضل يضحك بيضل يعطي positive vibes، بيضل بيموت حلو، فهالصورة بتنطبع براس الآخر. كتير أوقات منقول مش فلان اللي بيضل يضحك، فقديه حلوة تكون صورتكن عند الآخر بهالشكل. فبي ذات بيرسون. ضحك بحارب التوتر، في أحلى منه؟ نحن قادرين بضحكة صغيرة نخدع عقلنا، وبالتالي بيصير جسمنا يفرز هرمون الدوبامين أو السيروتونين اللي بيساعدونا للحفاظ على الاستقرار النفسي، السعادة والإيجابية بحياتنا. الضحك بقوي المناعة، وهيدا أكتر شي نحن عايزينه بهالفترة. هالنقطة كتير مهمة، الضحك بيعدي. هي احلى شيء ممكن يلقطه الانسان من الشخص الاخر. يعني تخيلوا نحن قاعدين بغرفه في عالم موتره معصبه، في قصص شغلت لبالها، فجاه بيفوت شخص مفعم بالحياه وعم يضحك وايجابي، وببلش يخبر اخبار مهضومه والضحكه ما بتفارق وجهه. تلقائيا بينشر هالبوزيتيف فايبز على الاخرين وبيعديهم بالضحكه، وبنشوف كلهم تغير وجههم، رسمت الضحكه عليه، صاروا بيموت حلو. للمرة الثانية، be that person. وأخيراً الضحكة بتبينك بصورة المرأة الناجحة بحياتها، شخصياً، مهنياً، عاطفياً، وذلك لأنه تعطيك ثقة بنفسك، وهالشي ببين للآخرين. نصيحتنا لليوم، مساج للرقبة لمحاربة الصداع. وهيك كانت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، وما تنسوا keep smiling، وأكيد اعملوا لنا سبسكرايب، افقسوا على الجرس لكل ما ننزل فيديو دغري تحضروه. باي.